تخيل من اجل هي خليه محمد دينا يا معي خلينا محمد دينا سامحني شوف بقولش من غاك شوف لي انا ايوه نعطيك الاشاره انا ايوه كمان كيف تهندل بال صح بالمدير صح خاطر راه يسمعكم احنا صح نبيكم تصرفون صح دير هسه راه نسمع اللقطه نتاع حنا صحيح 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 ماذا بيك اثبت لي على هذا اللقطة هذه ما عليه ما عليه اسمع يعود يضرب هو في البنزين ثم اسمع شو صدفه سمعتي السي مخلوف هذا نجيب لك ميلو داوين كودي نجيب لك ميلو دهنا ترى كمان ضبطت يعني وش ضبطت الشين هذا صح وش اللي قاعدين نديروا تنسم ده ندير الضوء وش اللي ندير الضوء انت هنا باش كي تجي تفد باش نفضوا ها باش نفضل ما كي نفلوه مش جابك مش جابك من الامري هنا لا لا باش يفوت الضوء كان راح وكانت الظلمة هنا مالا تليفوناو للبلدية قالوا لي يلزم لك تجي برك تسويت يعني الحالة راهي هنا مهرودة راهي ظلمة وش اللي تخدم يا اتبع 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 وش اللي تخدم وش اللي قاعد دير انت ها خرج من قصرك انا اخرج قاعد اشوف ماذا المقصد عن القمح والله الشعير هذه رح هذه خلينا نشوف بالك نولي نسوقها لا نسوقها نخدم بها من بعد يلا ترك المنا بالعقل الحد نقول ما تخلقش روحك ما تخلقش روحك تحفظ لي اني زفر يا محمد ديك خلاص مصفر والله اجمع درناك العلوس بكين نعطي له الريف نتاعو هذا الوري وانا هذا الضر كنت تدور هنا الضر وتدلى هذا شاريهم انا شاريهم بعوض نتاع الدم تاعي المخلوف ما ضرب شوية خلينا والله خلي على محمد هيا هيا شوف هيا